مراتي عاملين ايه؟ فيديو النهارده ملخص لمسلسل مع ذلك الجزء الثاني، هو الصيني ومتصنف رومانسي دراما انتقام. هسيب لكم اسم المسلسل بالصيني في التعليق المثبت لان الدرامات دي غير متوفره مترجمه باي لغه تانية. لو عاوزين تعرفوا احداث الدراما كملوا معانا الفيديو للاخر، وصلوا الفيديو 900 لايك عشان انزل ملخص الجزء الثالث في اسرع وقت. وقبل ما نبدا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وانتظروا فيديو جديد على القناه الساعه 7 كل يوم بتوقيت مصر. اتفاعلوا معانا دايما وعلقوا اكتر، واكتر ناس بتتفاعل وبتعلق بحط تعليقاتهم في اخر الفيديو، ويا ريت تنوروني في المنتدى، بنزل هناك روابط ملخصات مسلسلات وافلام جميله جدا، وفي صندوق الوصف كمان في ملخصات افلام جميله جدا. وبس لو بتحبوا المسلسلات التركيه اشتركوا في قناتنا الخاصه بالتركي، ولو بتحبوا الانمي والمانجا اشتركوا في قناتنا الخاصه بالانمي، هسيب لكم الروابط في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت. وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ويلا نبدا احداث الدراما مع بعض. الجزء الثاني بيبدأ فجأة لما بيدخل جد البطل وبيقول مين اللي اتجرأت تلمس زوجة حفيدي، وبيقول له ان هي حامل وانا ما بخلفش، بيقول له لازم تصدقها، من 5 سنين محدش وقف جنبي غير البنت دي، وانها بنت طيبة جدا، ودلوقتي بقت زوجتك وانا مش هسمح لحد يأذيها، وبيطرد البنت حبيبة البطل القديمة من البيت، وبتزعل جدا وتقول ما ده اللي لازم يحصل لي علشان انا بالحالة دي، وبتبدأ بقى فقرة الصعبانيات بتاعتها علشان البطل يجري عليها، وفعلا بيجري عليها ويقول لها ما تزعليش هو ما يقصدش، وشوية وبياخد البطل اوضة وبيقول لها تفضلي هنا انت وطفلك ومش هتطلعي منها، وبتقول له لا وبتقوم تجري وراه لكنه بيقفل الباب وبتقعد تعيط، وهو بيقعد ورا الباب وبيكون سامعها. بالليل بتقول البنت للخدامة بواقي الاكل دي طلعيها للبطلة، بتقول لها متأكدة؟ بتقول لها أيوة. بتطلع وبيكون البطل فاتح بينيمها على السرير لأنها كانت على الأرض، بيشوف الأكل وبيقول لها ده أكل واحدة هتاكله. بتدخل حبيبته القديمة وتقول أيوة فين المشكلة، انت ناسي ان هي حامل من شخص غريب ولا ايه؟ بتخليه يمشي وهو متعصب. بينزل يدخل المطبخ وبيبدأ يحضر شوربة للبطلة وبيخلص وبياخدها، وبتكون البطلة صاحية من النوم وبيبدأ يأكلها، بتقول له انت مصدقني؟ بيقول لها لا بس انا اشفقت عليكي. وفجأة بتتعب البطلة وبتيجي الممرضة وبتقول له يا أستاذ الأكل اللي هي أكلته ده كان هيخليها تجهد، وبيستغرب وهي بتتصدم وبتزعل. ولما بتمشي الممرضة بيقول لها ما كنتش أعرف، بتقول له مش عاوز أشوفك قصاد، اطلع برا. وبيطلع وبتكون زعلانة ومفكرة إن هو عايز يجهدها، وبينزل وهو متضايق بيسأل المساعدة مين اللي كانت جنبي في المطبخ امبارح، مين اللي حط حاجة غلط في الأكل، قولي الحقيقة. وبتقول له الآنسة هو، وبيلف بتكون جاية بيقول لها انت اللي حطيتي دقيق اللوز في الاكل. وبتقول له ايه؟ لا انت بتقولي انا مش فاهمه. بيتعصب وبيلف بتقول له قول بقى ان انت بتحبها عشان كده بتعمل فيا انا كده، انا اللي وقفت جنبك السنين دي كلها، خلاص وافقت بطفل شخص غريب وعاوز تربيه كمان. بيقول لها بحذرك لو عاوزه تفضلي معانا هنا ما تتدخليش في امور الشخصيه تاني، ولو قربت من البطله تاني عقابك هيبقى كبير، وبتتغاظ جدا من كلامه. وهنا البطلة بتقول شخص مستقيم زيه وما اتجوزش قبل كده، ازاي هيعرف حاجة زي دي؟ دي اكيد ليها علاقة بحد تاني. طب صديقته اللي بتقول ان هي انقذته علشان كده هي قاعدة، وهي بتغرقني رجلها كانت بتتحرك، يبقى هي اللي حاولت تجهضني وهي بتكذب. وهنا البطلة بتفهم كل اللي حاصل وبتقوم تجري تروح للبنت، بتلاقيها واقفة واول ما بتشوفها بتقعد، بتقول لها كفي عن التظاهر انا عرفت كل حاجة خلاص انت رجلك سليمة، وبتقول لها ايوه. وبتقوم تقف وتقول لها امال كنت هخليه جنبي ازاي السنين دي كلها، انا شفته لما اتخطف من 5 سنين وشفت كل حاجه، وشفت كمان وانت بتنقذيه من النار، لكن هو ما شافش غير انا وانا بنقذه، مش دايما لازم نبقى طيبين وبقلب رقيق زيك. وبعد فتره بيكونوا بيتمشوا وبتقول لها انا بكره هخلي الكل يعرف حقيقتك، تعرفي انا هسمع دلوقتي نصيحتك. بتقول لها يعني ايه؟ بتزقها بالكرسي وبتضحي كمان، وبيشوفهم البطل وبينزل يجري عليهم، بياخدهم المستشفى وبيجي اخوها وبيقول اختي عامله ايه، وبتطلع الممرضه تقول هم بخير بس الطفل مات. بيضرب البطل وبيقول له يا واخد، بيجي اخوها الصغير وبيقول ما تضربوش بعض هي صحيت، وبيدخلوا يجروا. بيقول لها اختي صحيتي، واول ما بتفوق بتقول بتعملوا ايه هنا؟ اخرجوا مش عاوز اشوف حد فيكم. وبيطلع البطل بيطلع ورا اخوها ومعاه وثيقة طلاق وبيقول له امضي عليها، بيقول له بس انا مش موافق وانت ما خدتش رايها. بيقول له الممرضه قالت ان هي عندها فقدان ذاكره مؤقت، يعني نسيت كل حاجه عنك، يا ريت ما تفكرهاش بده تاني، وكفايه ان انت ما كنتش معترف بابنك. وبيزعل البطل وبيمضي، وبيفرح اخوها جدا. وشويه وبتيجي الممرضه اللي بتقول له عن وفاه طفله وبتديله ورق علشان يوقعه، وبتفضل تتكلم لكنه مش مركز معاها نهائي، وفجأة بياخد الورق وبيتصدم لما بيقرأ الكلام اللي بيثبت ان الطفل كان منه هو فعلا. في الوقت ده اخو البطلة بياخد حاجاتها علشان يروحوا،
وبتقول البطلة ان هي حاسة ان في حاجة غلط وفي حاجة مهمة نسياها، وبيقول اخوها الصغير طالما نسياها مش لازم تتعبي نفسك وتفتكري، احنا معاكي وهنهتم بيكي، عايزة ايه تاني؟ وبيقول لها يلا اركبي خلينا نمشي، وبتقول له حاضر. بينزل البطل هنا يدور عليها وبيسأل شخص بيقول له ان هي ركبت العربية دي، وبيفضل يجري وراها ورا العربية وينده عليها تحت المطر، وبيفتكر ذكرياتهم سوا وازاي كانوا بيعاملها الاول وازاي بدأوا يقربوا من بعض وازاي كان بدأ يتقرب منها ويعجب بها بجد وهو بيجري، وبينده عليها وبيقول لها ما تسيبنيش لوحدي تاني. وبيخلص ملخص الجزء التاني على هنا، وصلوا الفيديو 900 لايك عشان انزل ملخص الجزء التالت في اسرع وقت، وبس اتمنى يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واعملوا لايك للفيديو لان ده شيء بيفرحني جدا، ودي تعليقات اكتر ناس بتتفاعل وبتعلق معايا الفترة دي، شكرا لكم جدا يا حلوين، شكرا على تفاعلكم واهتمامكم بالفيديوهات وتعليقاتكم ولايكاتكم، دي حاجات بتفرحني جدا. وبس لو بتحبوا الانمي اشتركوا في قناتنا الخاصه بالانمي، بنزل هناك تقارير عن الافلام والانمي حلوه جدا، متاكده ان هي هتعجبكم. وبس كمان لو بتحبوا المسلسلات التركيه اشتركوا في قناتنا الخاصه بالتركي، بنزل هناك تقارير عن المسلسلات التركيه الجديده وعن افضل المسلسلات، ومتاكده ان القناه برضه هتعجبكم، هحط لكم الروابط بتاعهم في صندوق الوصف في التعليق المثبت، ويا ريت تنوروني في المنتدى، بنزل هناك روابط ملخصات افلام جميله جدا، وكمان في صندوق الوصف هتلاقوا ملخصات افلام جميله جدا ومتاكده ان هي هتعجبكم، اتمنى تتفاعلوا معايا هناك وتخشوا وتنوروني، ده شيء بيفرحني جدا. وبس ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، باي باي.